السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبغي نشكر بزاف الناس الجدد اللي دخلوا عندي في القناه واللي كيخليوا لي تعاليق اللي زوينه، وكنشكر بطبيعه الحال الناس القدامين اللي معايا، عائلتي وصحابي وحبابي. كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي فايت اللي كنت درت لكم المشتريات ديالي من موقع من اولا من لو سيت ديال شيك بوينت، كنت وريتكم الملابس اللي كنت خديت، وريتكم لا كاليتي ديالهم، وريتكم الحوايج اللي كيكونوا غراتوي، الحوايج اللي تيكونوا بثلاثة ديال الدراهم. وعدتكم بانني غادي ندير لكم الطريقه الصحيحه باش انكم ديروا التسوق ديالكم بطريقه اللي سهله، وندير لكم جميع المراحل باش يجيكم يعني التسوق ساهل. وغادي نهضر لكم على حتى الشركه ديال النقل اللي هي اراميكس، غادي نوريكم كيفاش تدخلوا عندكم التطبيق ديال اراميكس، وكيفاش تتبعوا السلعه ديالكم يعني نهار بنهار تشوفوها فين وصلت. بالنسبه لهذه الشركه راه ديال اراميكس ديال النقل، راه كاين عندها واحد الفرع في عين سبع انايا، هما نورمالمون كيجيبوا لك السلعه تحت الباب ديال دارك، ولكن بالنسبه لي كان عندي واحد الروكا خاصه، مشيت انا عندهم وخديت هذيك السلعه ديالي بطريقه سهله، ديت لهم غير الكارت ناسيونال وعطاوها ليا. سمحوا لي حيت كنسجل لكم الصوت بوحدو، ولكن حيت كان حدايا ولدي غادي يكون الفيديو فيه صداع، اللهم قلت من الاحسن انني ندير لكم الصوت بوحدو. دابا يلا معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التسوق. اول حاجه غادي ندخلوا للبلاي ستور ونكتبوا في لا ريشيرش شيك بوينت، غادي تطلع لينا كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي انستاليوها. غادي نتسناو معايا بين ما تانستالات ليا لابليكاسيون، وغادي نكملو يعني غنديرو الشراء ديالنا من هاد الموقع، ونشوفو المراحل كاملين اللي غادي ديري خصنا نديرو باش توصلنا يعني هاديك لاكوموند ديالنا. بعد ما تانستالات لينا لابليكاسيون كتكون هادي هي الواجهة اللي كتجينا في الأول، غنعزلو أونفون ولا فام بحال بحال، وغادي نكونفيرميو هادوك لو ميساج ونديرو اوتوريزي. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للدوله غادي تعزلوا ماروك باش يطلع لكم العبله بالدرهم، واللغه غتعزلوا اما عربي اما انجليزي اما فرنسي اللي بغيتو. غادي ندخلوا لسو كونيكتي وغادي نكتبوا يعني الريجيون، ضروري ديروا ماروك وديروا الرقم الهاتف ديالكم. وبعد ما كديروا الرقم الهاتف كيصيفطوا لكم واحد الميساج في التليفون ديالكم، وكتكتبوا داك واحد كيكون واحد الرقم مكون من اربعه ديال الارقام، كتكتبوه صافي وكتدخلوا الموقع. وفي اول مره كديروا فيها لانسكريبسيون في هذا الموقع كيعطيكم تاخذوا واحد الارتيكل اللي يكون غراتوي، وكتكون هذه هي لا ليست اللي كتاخذوا منها، يعني كتعزلوا فيها اشنو برودوي اللي بغيتوا تاخذوه فابور. كما كتشوفوا راهم دايرين 0 درهم، كتعزلوا اللي بغيتو. انا هنا غادي ناخذ معكم يعني هذه مثلا، وغادي تاخذوا لي طاي كيف ما كتشوفوا هنايا كاينين لي طاي، تاخذوا الطاي اللي بغيتو، تاخذوا تعزلوا اللون اللي بغيتو. وبالنسبه لي طاي راهم كيعطوكم بالسنتيم العبارات باش يجيكم الطاي هو هذاك، ضروري خاصكم تحققوا من لا طاي بالسنتيم. هنايا مثلا هنا كاينين هاد لي فونت فلاش اللي حتى هما دائما كيكونوا كل 24 ساعه كيتبدلوا، كيكونوا دي زارتيكل بثلاثه ديال الدراهم، وكيكونوا دي زارتيكل اللي رخاصين بزاف اللي كينقصوا ليهم في لو بري. مثلا انزلوا هاد لارتيكل ديال 3 دراهم، حتى هو غنعزل ليه لا طاي وغادي نعزل لا كولور. وبالنسبه كيف ما غتشوفوا معايا راهم كيكتبوا لك واحد الميساج بالحمر انه عندك الحق انك تاخذ ارتيكل واحد ديال 3 دراهم. وبالنسبه للزارتيكل الاخرين كيكونوا ناقصين لو بري، يعني تاخذوا الكميه اللي بغيتو ماشي مشكل. هنايا بحال هاد الايام دايرين هاد لوفر انكم تشريو حاجه وتاخذوا القطعه الثانيه غراتوي. كاين هنايا يعني دايرين واحد لا ليست اللي فيها جميع المنتجات اللي دايره ب 29 درهم. كاين كل تقريبا كل مره كيديروا اوفر، كاينين هنايا غادي تشوفوا معايا ملابس ديال الاطفال اللي اقل من 29 درهم حتى هما. كاينين اللي قل من 59 درهم هما، يعني قلت لكم كاين عندكم الشوا بزاف انكم تختاروا الحاجه اللي غادي تناسبكم.
كاينين كيما قلت لكم ملابس ديال الاطفال وملابس ديال النساء، وكاين الاحذيه، كاينين لي اكسسوار، كاينين السيكان، وكاينين حتى لي جوي، وكاينين ملابس ديال الاطفال يعني من الشهور الاولى حتى يعني السنوات، راهم دايرين لكم حتى السنوات. وكاينين بالنسبة للنساء يعني كل اي حاجة غادي تبغيوها غادي تلقاوها في هذا الموقع. وكاينين ها كيف ما كتشوفوا معايا هنايا حتى لي توني ديال فامي، كاينين مامون اي بيبي، يعني كاين عندكم واحد يعني عندكم فين انكم تختاروا، كاين واحد لو شوا اللي هو كبير، وانهم كل مرة كيديروا تخفيضات بحال هنا يدين ناقص 85% بالنسبة للملابس ديال النساء وبالنسبة للملابس ديال الأطفال. ودابا غادي يعني غنجرب معكم أنني نقتني معكم شي حاجة باش نوريكم الطريقة. مثلا شفت هاد لو مونطو، غادي نعزل لا طاي اللي بغيت، دائما تحقق بالسنتيم ونشوف لا كولور، وتقدروا من هذيك العلامه ديال زائد وناقص تعزلوا شحال ما بغيتوا، يعني دو بياس، يعني جوج ديال لي مونطون ولا ثلاثه او لا واحد، شحال ما بغيتوا تاخذوا كيمكن لكم تاخذوا. انا خديت هاد لو مونطون، وغادي ندوز معكم البلاصه ديال الاحذيه. مثلا نشوفوا هاد لي بوت اللي داير 109 دراهم، حتى هو غنشوف لا طاي، وبالنسبه للرجل حتى هي تعبروها بالسنتيم باش يجيكم القياس هو هذاك، هذه احسن طريقه. وكاينه طريقه واحده اخرى باش تعرفوا ان الحاجه يعني كي دايره في الحقيقه ديالها، كديروا كابتشور للحاجه اللي بغيتو، كابتشور ديكرون، وكتمشيو لو سيت ديال علي اكسبريس، كتكونوا يعني تيليشارجين عنده لابليكاسيون في التليفون، كتدخلوا ليه وكديروا تيليشارجيو تيليشارجيو هذيك ليماج ديال لو برودوي اللي بغيتو، وهما كيطلعوا لكم الاقتراحات اللي عندهم في لو سيت ديال علي اكسبريس، يعني حيت هما نفس يعني دي سيت ديال الشينوا، يعني كيكونوا عندهم بعض المرات لي دي زارتيكل اللي نفسهم. بعد ما لقيت هذاك لارتيكل ديالي غادي نشوف، ندخل وغادي نشوف لي كومونتير ديال الناس اللي فايت ليهم اخذوا هذاك لي بوت. كيف كتشوفوا هنايا كيصوروه يعني في الحقيقه ديالو، وكيكتبوا لي كومونتير يعني واش كومفورتابل، واش جاهم مزيان ولا ما جاهمش مزيان. ومن بعد غادي نرجعوا هنا، كتشوفوا معايا لا ليست اللي عندكم اولا الباني شنو عزلتو، كتفيريفيو كتشوفوا شحال عندكم يعني شحال وصلتو. بالنسبه ل 600 درهم كتكون غاتبي، الا كوشيتو هذيك بالاحمر يعني انكم كتهزلوه، الا ديكوشيتوها يعني كيتحيد لكم من لا ليست. من بعد كتدخلوا، من بعد كديروا فيريفي، وكيخرجوا لكم هاد لاباج اللي فيها الفوق، كتدخلوا لادريس ديالكم، ومن كتكتبوا لادريس ديالكم ولا كتاكتيفيو الجي بي اس، وكيجي يعني كتجيكم لادريس هي هذيك. ابري كيكتبوا لكم لا كارت، خاص تكون عندكم كارت كريدي، ضروري خاصها تكون كارت انترناسيونال، وموراها كيديروا لكم هذاك لو مونطو وصافي، وكديروا كونتينيي لو بايمون. من بعد ما كديروا كونتينيي لو بايمون، حيت انا هذه ماشي اول مره غادي نحل فيها يعني لابليكاسيون، يعني فايت شريت منها تقديت منها ديجا عندهم لي زانفورماسيون ديال لا كارت دو كريدي ديالي. نتوما الا كنتو اول مره غادي خاصكم تدخلوا دوك المعلومات اللي عندكم في لا كارت دو كريدي، راهم غادي يطلبوا منكم المعلومات، غادي تتبعوا المراحل كاملين، ومني غادي تتبعوا هذوك المراحل الا كانت عندكم كارت دو كريدي انترناسيونال راهم غادي يقبلوها، وكيصيفطوا لكم لا بنك ديالكم واحد لو ميساج انهم غادي يقتطعوا لكم هذاك لو مونطو، وكديروا ليه اوكي صافي، وكيتم العمليه ديال الشراء ديالكم. باش كتراقبوا يعني هاد الكولي ديالكم، هنا كتدخلوا لو كونط، ابري كتدخلوا انا عندي هاد يعني هاد لي زارتيكل ديجا يلاه دفعت فيهم واحد لا كوموند، تقريبا كتبقى واحد يومين ولا 3 ايام كتبقى اون تران دو بريباري، يعني كيجمعوا لكم هذاك الكولي ديالكم، كيجمعوا لكم دوك لي زارتيكل، ومن بعد ملي كيجمعوهم لكم كتولي كتمشي للمرحله الثانيه اللي حداها. كيف كتشوفوا راه هي اكسبيدي، يعني انها كيتم النقل ديالها.
وباش تتبعوا الكولي ديالكم خاصكم تانستاليو هاد لابليكاسيون ديال اراميكس وتدخلوها بنفس النمره ديال الهاتف اللي دخلتوها في الشيك بوينت باش يعطيكم تتبع ديال الكولي ديالكم. هنايا انا ديجا هنايا راه كنت وصلت بالكولي الاولى اللي كنت شاركتها معاكم، راه ديجا فيريفي كيف ما كتشوفوا. كدوز من ثلاثه ديال المراحل، الاولى الثانيه الثالثه او من الرابعه ديال المراحل. المرحله الاولى كدوز تقريبا واحد 3 ايام، موراها كدوز المرحله ديال الترانزيت، هي هذه اللي كدوز فيها تقريبا واحد 10 ايام، هي اللي كتعطل. من بعد كيف كتشوفوا هذاك لو ترونسبور، يعني انها كتكون وصلت للمغرب وانهم غادي ديفريوها لكم، وفي الاخر كتولي خضراء انها يعني انكم توصلتوا بالشحنه ديالكم. صافي، بالنسبه لهاد لابليكاسيون تقدروا ترجعوها بالعربيه او لا من اللغه الانجليزيه على حسب اللي بغيتوا. والسبب اللي خلاني انني نمشي يعني للاراميكس او للشركه ديال النقل باش ناخذ الكولي ديالي وما تسنيش انهم هما يجيبوا هدية. من بعد ما بان لي ان هذاك لو ترونسبور يعني انها وصلت المغرب كانوا غادي يجيبوها ليا، عيطت للشركه ديال اراميكس قالوا لي انهم غادي يجيبوها ليا في يومين اللي جايه، ولكن انا هذوك اليومين ما كنتش غادي نكون في الدار، داكشي علاش قلت من الاحسن اني انا نمشي عندهم. ومني مشيت عندهم في الصراحه عطيتهم غير لا كارت ناسيونال وعطيتهم الرقم ديال الكوليي، وهما قلبوا على هذيك الكولي ديالي وجبدوها ليا وعطاوها ليا. هذا هو السبب اللي خلاني انني نمشي ناخذها من عندهم. وفي الاخير كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانني نكون جاوبت تقريبا على جميع الاسئله اللي غادي تكون في الذهن ديالكم بالنسبه لهذا التطبيق ديال شيك بوينت والتطبيق ديال اراميكس ديال شركه ديال النقل. نتمنى انكم يعني اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يتابون معايا ويفعل الجرس باش يوصلوه جميع الفيديوهات ديالي، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق ديالكم اللي دائما كتحفزني. وبسلام عليكم ان شاء الله حتى الفيديو القادم ان شاء الله.